نروح للمواقع والجرائد قالت ايه في مباراه النهارده. الموقع الرسمي للنادي الاهلي: سيدات طائره الاهلي يواجه اس اف اي البوركيني اليوم. اخبار اليوم او اخبار الرياضه: سيدات طائره الاهلي يواجه اس اف اي البوركيني اليوم. اليوم السابع: سيدات الاهلي امام بطل بوركينا فاسو في البطوله الافريقيه للطائره. صدى البلد: سيدات طائره الاهلي يواجه اس اف اي البوركيني اليوم. زي ما احنا شايفين قدامنا كل الصحف عندنا بتقول ان النهارده مباراه الثانيه للنادي الاهلي مع النادي البوركيني. نادي البوركيني بدا مع الجمارك النيجيري بخساره 3-0، لكن الامور كل شويه بتزداد، او كل الامور ممكن الفرقه في اول مباراه ما تكونش يعني عملت مباراه ما توفقتش، لكن المباراه الثانيه ممكن تلعب مباراه قويه. نتمنى ان لاعبات النادي الاهلي النهارده باذن الله هم وكابتن حمدي الصافي يكون عند الميعاد.